حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الموبايل او الهاتف على الطوابع على الكانون بيكسيما الجي 2420، وهي نفس الخطوات للطوابع الكانون بيكسيما الجي 2460، مع العلم ان الاصدار ده مفيهوش خاصية الطباعة من الموبايل عن طريق الراوتر الواي فاي. والخطوات اللي هشرحها في حلقة النهاردة مطابقة لانظمة الاندرويد، يعني لو انت موبايلك ايفون فللأسف الخطوات دي مش هتشتغل معاك. اول حاجة هتروح عند اي محل موبايلات او بتاع كمبيوترات عادي جدا، وهتروح تقول له انا عايز وصلة اوتو جي بمدخل يو اس بي والمخرج يبقى تايب سي، وما تنشيش من عنده غير ما تتاكد ان الوصله دي شغاله في موبايلك عادي جدا، لان في بعض الوصلات ما اشتغلتش معايا، فقعدت اجرب عنده لحد ما وصله اشتغلت معايا. وقبل ما تركب وصله الاوتو جي عنده لازم تكون مفعل اختيار الاوتو جي في موبايلك. طب ازاي؟ هنيجي هنا وندخل في اعدادات الموبايل عادي جدا، ونكتب في البحث هنا اوتو جي اهي بالطريقه دي، ونختار عادي جدا كده، ونتاكد انك مفعل الاختيار ده بالطريقه دي. بعد كده تبدا تجرب الوصله بكل سهوله. ممكن تجرب الوصله دي كروكي كده، مش لازم تركب فيها فلاشه او تركب فيها كابل يو اس بي، اهم حاجه تقرا على جهازك. بعد كده هتمسك الكابل اليو اس بي ده كده وتركبه في البرينتر عادي جدا. اليو اس بي ده بيبقى موجود مع البرينتر عادي جدا، تمام، او ممكن تشتريه باي محل يو اس بي بتاع البرينتر. ده مدخل كده هيركب في الاوتو جي، والمدخل التاني بيركب في الطابعه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بتعمل ايه؟ بتجيب وصل اوتو جي كده وتجيب مدخل اللي رايح للكمبيوتر وتبدا تركبه بالطريقه دي في الاوتو جي بالطريقه دي كده، وما تركبش الوصله دي كلها غير لما اقول لك الوقت اللي تركبها فيه. ودلوقتي هنروح مع بعض للموبايل ونتبع باقي الخطوات. اول حاجه هنعملها هنروح للبلاي ستور عندك عادي جدا، ونكتب في البحث كده كلمه نوكو برنت اهو، ونختاره نوكو برنت. والبرنامج ده انا هسيبه لك تحت في خانه الوصف، او ممكن تضيف اول تعليق عشان تقدر تحمله بكل سهوله. ثم هنعمل تثبيت وبتنتظر لحد ما البرنامج يثبت معانا. وبعد ما البرنامج ثبت معانا ما نفتحش البرنامج دلوقتي خالص، تمام. هنروح على الاعدادات بتاعه الموبايل ونبحث على الاوتو جي كده تاني مره، تمام، ونتاكد ان الاختيار ده متفعل قدامنا بالطريقه دي. دلوقتي بقى هتفتح البرنامج اللي احنا نزلناه دلوقتي حالا اهوت، نفتحه عادي جدا. هيجي لك خطوات روتينيه، السماح، فاجري، حاجات كده روتينيه. في الخطوه دي بقى بتبدا تركب وصله الاوتو جي كلها في مدخل الشاحن اللي انت بتشحن منه، او زي ما انت شايفين ظهر لك الرساله قدامك دي. هنعمل صح هنا كده ونختار موافق، ثم هنختار الاختيار اللي قدامنا ده مكتوب عليه كانون جي 2020 سيريس اهي بالطريقه دي كده. تتم المعالجه، تم تثبيت الطوابع بنجاح كده، ثبتنا تعريف الطوابع في الموبايل. هنختار موافق. طبعا البرنامج ده شبه مجاني. يعني ايه شبه مجاني؟ يعني انت لو عايز تستخدمه عادي جدا من غير ما تدفع اي فلوس، بتشوف كل شويه الاعلانات اللي بتظهر لك كل شويه، لكن لو انت الاعلانات دي مزولاك ممكن تشتري البرنامج وهو سعره مش غالي قوي. طب دلوقتي ازاي نطبعه؟ الموضوع بسيط جدا. لو انت عندك اي ملف بي دي اف فبتختار وثائق، لكن لو انت عندك صوره فبتختار الصور والرسوم. والخطوات ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. اختار وثائق، ثم هنختار اي ملف موجود عندي، وعلى سبيل المثال الملف ده. اخترنا ملف كده خلاص، لو ضغطنا على اختيار برنت فاحنا هنطبع على طول بدون ما نعدل في اي حاجه. فانا عايز اعدل بقى ان هي تبقى تاخد الصوره كامله وكده، يعني هنختار الاختيار ده كده، تمام. اول حاجه بيقول لك نسخ، انت عايز الملف ده تنسخه اكتر من نسخه فبتختار نسخه كده وبتزود على النسخ اللي انت عايزه، تمام. انا على سبيل المثال هختار نسخه واحده. تاني اختار معانا الصفحات، طبعا هي صفحه واحده فممكن تختار الكل، في فرديه وفي زوجيه. يعني لو انت اخترت فرديه فهتتبع 1 3 5 7، تمام. طبعا ده انت لو عندك ملف فيه اكتر من نسخه، لكن لو اخترت الزوجيه هتتبع لك 2 4 6 8 10 وهكذا. فانا عندي ورقه واحده بس، هختار موافق. وهنا بيقول لك طباعه متعدده الصفحات، ده هنجربه مع بعض دلوقتي حالا، تمام، عشان اوضح لك الطريقه دي ماشيه ازاي. طبعا البرينتر بتاعتك ما فيهاش الطباعه على الوجهين، فبلاش تستخدم الطباعه على الوجهين عشان ما تزولكش. ممكن تختارها يدوي، وبتيجي هنا عند خيار الحجم والتخطيط، تمام، وتختار تحديد حجم الصفحه وتختار الحجم الاصلي وموافق، دي مهمه جدا. وبتيجي عند اخر اختيار كده ونختار حجم الورق يبقى A4، ووضع الاخراج نخليه نورمال زي ما هو كده. ظبطت كل حاجه انت عاوزها، بتعمل طباعه، تم ارسال مهمه الطباعه الى الطوابع، نعمل اوكي. او زي ما انتم شايفين طباعه الورق اللي موجوده في البرنامج بكل سهوله، واللي محفوظ عندي في الهاتف. الموضوع بسيط كده. طب دلوقتي ازاي نطبع على الوجهين يدويا؟ لان البرنتر دي ما فيهاش طباعه على الوجهين اوتوماتيك. هنختار وثائق عادي جدا،
ونختار الملف اللي انا عايز اطبعه عادي جدا بس يكون فيه اكتر من ورقه. وعلى سبيل المثال الملف ده اهو زي ما انتم شايفين فيه 5 اوراق. قبل ما نضغط على الطباعه هنظبط ان هي تطبع على الوجهين اهيت اهي، نختار عمل يدوي اهي واختار موافق ثم نختار برنت. اهي طبعت لي 5 اوراق. هنعمل ايه كده؟ هنقلبها على ظهرها كده تمام، ونبدا نحطهم في الطبعه من الظهر كده، الظهر الابيض يبقى عليك كده تمام، ثم نختار موافق وبتنتظر بس الاعلان ده لحد ما ينتهي اهو، نختار اكس كده. بعد كده هتيجي هنا ونختار الاعداد زي ما هي تاني، ونختار اللي هي الطباعه على الوجهين ونخليها الجوانب الخلفيه بالطريقه دي، ثم موافق ثم طباعه. او زي ما انتم شايفين طبعت لي الورق على الوجهين زي ما اتعلمنا بالظبط اهوت، الورقه الثانيه اهيت والورقه الخامسه يعني الاولى الثانيه تمام الثالثه بعد كده الرابعه والخامسه اهي. كده اتعلمنا ازاي نطبع على الوجهين يدويا. ايه هنا اختيار حلو قوي، هنختار وثائق تمام ونختار اي ملف فيه اكتر من نسخه تمام. وعلى سبيل المثال نفس الملف ده اللي انا عايز اطبعه تمام، هنختار الاعداد بتاعتنا عادي جدا، وهنيجي على اختيار هنا اسمه طباعه متعدده الصفحات، تالت اختيار اهو. هنختار مثلا صفحتين في ورقه واحده اهي بالطريقه دي كده، ثم نختار موافق ثم نختار طباعه. تعالوا نشوفوا الورق هيظهر ازاي. زي ما انتم شايفين الورق كله هيتقسم بالطريقه دي اهو زي ما انتم شايفين كده الموضوع بقى. طبعا انت عندك اكتر من اختيار، في 2 في 1، 4 في 1، 6 في 1، 9 في 1، كل ما انت بتزود عدد الاوراق في الورقه كل ما بتصغر معاك الكلام، الموضوع بسيط كده. في حاجه مهمه جدا قبل ما اقفل معاكم حلقه النهارده، انا بنصحك لما بتيجي تطبع تبقى مثبت الموبايل بتاعك على برينتر مثلا، على طاوله، على اي حاجه بحيث ان هي لو اتهزت الوصله او وقعت منك الاوردر بيتلغي او بيتكنسل. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى ان عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السامي من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.